بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا بكم، حلقه جديده من حصاد النهار، دايما موجودين معاكم باذن الله تعالى كل يوم جمعه وسبت من 11 ل 1 بتوقيت القاهره. من شويه كان الزميل العزيز اسلام صادق بيتكلم على مباراه نادي الزمالك ونادي حرس الحدود في دور 16 لكاس مصر. اكيد يعني مباراه كانت مهمه جدا، الزمالك اداء راقي يبشر بنتيجه ان شاء الله طيب امام الصفاقسي التونسي، وان شاء الله يبقى النادي الاهلي هيلعب الترجي التونسي في الكونفدراليه الافريقيه. مباراه النهارده كانت مباراة مهمة جدا لنادي الزمالك وحرس الحدود في ظل أدائه المنتشي في نهاية الموسم مع عبد الحميد بسوني المدير الفني، لكن كان مصطفى فتحي عنده رأي آخر في دقيقة 71 ودقيقة 73، وبعد كده إبراهيم عبد الخالق الوافد الجديد من نادي سموحة في أول ظهور له مع نادي الزمالك. الزمالك النهارده كان عنده تشكيل جنش لحراسة المرمى، حمادة طلبة وكوفي وعلي جبر وعمر جابر، طارق حامد وتوفيق ومعروف يوسف، محمود كهربا وأيمن حفني وباسم مرسي. هقف عند اتنين النهارده هم محمود كهربا وبعد كده البديل اللي هو إبراهيم عبد الخالق. دايما لما يبقى حد بينتقل من نادي لنادي او بيلعب اول مباراه بالنسبه له مثلا مع فريقه الاول او اول مباراه رسميه مع منتخبه في المرحله السنيه بتاعته، بيبقى دايما عليها عامل كبير جدا، او دايما بيبقى هو بيتمنى من ربنا ان ربنا يوفقه فيها ويبقى اداؤه على المستوى المطلوب. كهربا من مباراه لوبار الكونغولي الاخيره حاول واجتهد لكن ما كانش فيه نصيب. النهارده محمود كهربا كان نجم من نجوم المباراه. كهربا ماشي بشكل كويس جدا، لو مشي بالشكل ده والاداء ده ونقول والمعنويات الحلوه الجميله بالنسبه له، اعتقد يبقى من النجوم المهمين جدا في الدوري المصري زي ما كان باسم مرسي اللي موقع الفيفا اتكلم عنه النهارده وقال ان لاعب من نادي بيهبط للقسم الثاني ينتقل الى نادي كبير وبعد كده يبقى من نجوم والهدافين هداف الدوري وينتقل لمنتخب مصر ويؤدي اداء مميز جدا. ده الاصرار وده العزيمه، ده اللي اتكلمنا عليه قبل كده باسم مرسي في بداياته لما كان مع الانتاج الحربي. قبل كده كان مقاولون طنطا، وبعد كده المقاولون العرب، ثم انبي، ثم بتروجيت، وبعد كده الانتاج الحربي وانتقاله للزمالك وادائه رائع جدا. مصطفى فتحي يعني رهان كبير جدا عليه، والاختيارات اللي كانت على مصطفى فتحي او رؤيه وجهه نظر مصطفى فتحي يبقى من اللعيبه المميزين جدا انا شايفه، ممكن ابقى متحيز له شويه، شايفه لاعب فعال اكتر من ايمن حفني، رغم ان ايمن حفني من اللعيبه المميزين اللعيبه الكبار اللعيبه اللي بتعمل فرق كبير جدا، لكن مصطفى فتحي صغير لسه عنده الفرصه الكبيره جدا انه يبقى من اللاعبين الاساسيين والنجوم الكبار سواء في نادي الزمالك او منتخب مصر. ابراهيم عبد الخالق دي كانت اول لمسه ليه، يعني برضو نقدر نقول ان ابراهيم عبد الخالق فكرني كريم جابر بصراحه. ابراهيم عبد الخالق بالنسبه له اهو ده اول لمسه، ده اول لمسه زي ما قلت، ده يعني انطلاقه معنويات، اعمل تيشيرت اعدل التيشيرت معاه كهربا برضو الوافد الجديد. اعتقد ابراهيم عبد الخالق بالمباراه دي تحديدا اعتقد انها هتفرق معاه، نجم كبير جدا هو وطارق حامد كان عاملين مع سموحه اداء ولا اروع. لكن اكيد برضو من الناحيه الفنيه ولو اتكلمنا شويه حماده طلبه ده لاعب اصلا مش باك شمال، رغم انه عنده نزل النهارده شريف علاء نزله في اخر نص الشوط الثاني، وعنده مثلا حد اي حد ثاني في المكان ده، لكن بيلعب حماده طلبه. معرفش هو برضه فلسفته ووجهه فنيه او وجهه نظر فنيه لازم يحترم فيها فيريرا بادائه الرائع، الراجل خد الدوري وراجل ماشي كويس جدا في الكونفدراليه، مش هتقدر تقول ان في سلبيات او في مثلا حاجه فيها الراجل المهم يعني اكيد كنا بنتمنى لحرس الحدود زي ما قلت من شويه اداء رائع مع النجم الخلوق المتميز والمجتهد عبد الحميد السوني انه يؤدي اداء كويس جدا مع نادي الزمالك، لكن نعذر حرس الحدود بقاله فتره مبطل ما فيش كوره بالنسبه له من لما خلص الدوري، لكن الزمالك كان عنده بطولة أفريقية وتواجد دايما موجود باستمرار. معانا نجم من نجوم كرة القدم المصرية والمدرب الكبير كابتن عبد الحميد بسوني. كابتن عبد الحميد أهلا بيك. الله يخليك، مساء الخير يا أستاذ محمد، برحب بيك وتحياتي وبشكرك طبعا على كلامك وتحياتي ليك ولكل مشاهديك يا أستاذ محمد. كابتن عبد الحميد هارد لك النهارده، المنافس قوي يعني أنا برضو مش هنقدر نقول غير كده، المنافس قوي وأنت عندك برضو غيابات كتير بالنسبة لك أو انتقالات دي برضو أثرت على اداء حرس حدود. شوف يا استاذ محمد اسمح لي بس اخد من وقتك دقيقتين بالظبط اتكلم اربعه يا ريس خمسه اوضح للناس خمسة. كلها ان حرس الحدود اللي عمله النهارده والاداء اللي اداه النهارده اكثر من الممتاز، لان انت لما تيجي تتكلم في لعيبه مبطله من يوم 11/7 واتحاد الكره اختارني ان احنا لازم نبلغ اللعيبه اللي هتمشي، فمشي من عندي 10 لعيبه
تمام. وبعدين في لعيبه اللي انا تعبت معاها 50% منهم مش موجودين معايا، انا كان معايا 18 لعيب فقط لا غير. عمرو عثمان ده ما اتمرنش معايا غير 3 تمرينات. عندي لعيبه لم يتم خدها ولم يتم ارسال بطريقه دوليه، عندي موسى ايدان، عندي محمد فاروق بنزيما، عندي محمد الغنودي، عندي مجموعه متميزه جدا من اللعيبه لم تكن موجوده مع الفريق بسبب القيد. هذا رقم واحد. رقم اثنين، انا اللعيبه بتاعتي ريحت 15 يوم كاملين المجموعه المتبقيه، واللعيبه اللي دخلت جديد لسه منضم علينا ما يكملش، احنا مكملين بالظبط 10 ايام يا استاذ محمد. كابتن حميد لو حضرتك لو سمعتني انا سمعتك في الكلام ده قلت على فكره. وبص انت لو انت لو انت لو انت شفت الاهداف، الاهداف جت في الدقيقه 70 بالظبط، يعني من 70 وانت طالع لما اللياقه البدنيه ولسه اللعيبه دي مش في اللياقه البدنيه بتاعتها. بالظبط اقسم بالله يا استاذ محمد ان في لعيبه لا ما اتمرنت معايا اكتر من 3-4 تدريبات. تمام. فطبعا النظام نفسه ظالم بالنسبه للحرس، لان انت لو لعبتني زي ما الفرقه لعبت بلعبتها كامله بفرقتها كامله، او ان انت على الاقل كابتن عبد الحميد بس قدر الله مش هفعل، انت عملت اداء ولا اروع. انا سعيد جدا، انا بقول انا 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 سعيد باللعيبه بالاداء الراقي اللي ادوه، ورغم ذلك في الفرص اللي احنا كنا جات لنا وتقدمنا كنا كان شكل الاداء والنتيجه اتغيرت. انما طيب برضه عايز اثني على اداء احمد سعد يا كابتن حميد، يعني احمد سعد متعور وبيأدي اداء رجولي. صدقني عارف الهدف الثالث انا بتكلم مع طارق ابو العز، يعني المفروض سهل بالنسبه لطارق يقطعه. قال لي انا مش قادر بدنيا، انا مش ما عدتش قادر. فانا بشكر اللعيبه كلها من احمد سعد لغايه عمرو عثمان مرورا بكل اللعيبه ادوا في حدود الامكانات البدنيه، بيلعبوا فريق محترم وفريق كبير جاهز بدنيا وفنيا. طيب. فانا بشكر لاعبتي، فخور بيهم وبادائهم، وان شاء الله مع اكتمال فتره الاعداد البدنيه والفنيه ان شاء الله الحرس هيبقى له شكل مختلف. طيب كابتن عبد الحميد اسمح لي، كابتن عبد الحميد النهارده انت دفعت بكام صفقه من الجداد؟ انا شايف علي الفيل، سيد حسن، خالد ميزه، كل دول لعيبتي من السنه يعني كل دول لعيبه الجداد اللي انا دفعت فيها. محمد حسن ايوه ده لاعب مواليد 95 من النادي الاهلي. تمام. اسلام رشدي ايوه انضم علينا من النادي الاهلي. وعمرو عثمان، وعمرو عثمان ما اتمرنش معانا تمرينتين جايين من طلائع الجيش. واسلام عبد الغني. تمام. واسلام ابو اوفا ابن النادي، كل ده ابن النادي. اسلام ابو اوفا اللي نزل دفعت باربع لعيبه من الجداد، منهم لعيبه عمرو عثمان بقول لحضرتك اتمرن معانا 3 تدريبات فقط لا غير. فلسه انا عندي مجموعه مميزه جدا من اللعيبه، عندي موسى ايدان، عندي محمد الغنودي، عندي محمد فاروق بنزيما، عندي مجموعه لسه مميزه. وندفد اخباره ايه معاك؟ ندفد ندفد لا ندفد عرضه انتهت بالنسبه للحرس، والنادي الاهلي اعاره لوادي دجله لان دجله دفع فيه مبالغ كبيره جدا جدا. ففضل الانتقال لنادي دجله يعني. طيب ايه اوجه الاستفاده من الصفقات الجديده يا كابتن عبد الحميد؟ الحمد لله انت شفت محمد حسن النهارده الديفندر عمل مباراة كبيرة جدا، أداء رائع بصراحة. شفت الـ شفت النهاردة إسلام رشدي إن شاء الله بإذن الله مع الشغل ومع الانسجام هيبقى برضه إضافة كبيرة جدا. في لعيبة أنا عندي بقول لحضرتك أنا عندي 50% من اللعيبة اللي تعبت معاها ما كانتش موجودة معايا النهاردة. فإن شاء الله بإذن الله بوجودها مع زمايلها اللي موجودة اللي هم ابناء الحرس، انت اللي لعبهم دول ابناء حرس. طيب كابتن عبد الحميد يعني انت كلمنا وقلنا في الكلام وفي بدايه الكلام انت كنت ند قوي لحد الدقيقه 72، وبعد كده نظرا لنقول لعدم نقول جاهزيه بعض اللاعبين والمجهود البدني. لا بس جاهزيتي معظم الفرقه كلها جايين من راحه 15 يوم. انا قلت ده يا كابتن في الاول، قلت في الاول يعني بدن البدنيه لا نفسها لما تيجي تتكلم بالعلم انت المفروض بدنيتك تقفك على رجلك 60 دقيقه ما تكملش اكتر من كده. بالظبط. انما لا رغم ذلك ورغم ان انت اتاخرت بهدفين ان انت قدرت ترجع للمباراه بضربه جزاء، ونادي الزمالك حتى التغيير اللي اجراه تغيير يقفل بيه قلب الملعب بنزول ابراهيم عبد الخالق. فاذا كان عامل لك الف حساب المنافس، الزمالك كان عامل لك الف حساب. صح. وانت ما كنتش انت بالخصم الهين لنادي الزمالك، انما زي ما قلت لك فريق جاهز. حتى اللعيبه يعني ابراهيم عبد الخالق اللي انضم حتى ولعب، ما هو لعب مع سموحه كل المباريات يعني دي حقيقه، ودوري رابطه الابطال الافريقيه كمان بالظبط كده. فانا بقول لك فرقه كابتن عبد الحميد يعني عموما انت حضرتك يعني
مع الدوري عملت نقول اعجاز وانجاز مع حرس الحدود في ظل نقول النتائج اللي كانت صعبه جدا، قدرت تقف على رجليك، قدرت تلم الفرقه وعملت اداء مميز. هارد لك كاس مصر، ان شاء الله نشوفك في اداء مميز جدا ان شاء الله في الموسم الجديد. مبروك لنادي الزمالك واتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله. انا اجمع عبد الحميد بسيوني مدير فني حرس الحدود بشكره شكرا جزيلا، وراجل اتكلم بكل منطقيه بالظبط يعني، وراجل لحد دقيقه زي ما قال مصطفى نور في الاربيز الدقيقه 72، وزي ما اسلام صادق اتكلم قبل كده على اداء حرس الحدود مع الزمالك وكان فعلا ند قوي جدا، لكن بقاله فتره في لعيبه بقالها فتره ما بتلعبش فيه، لاول مره لعيبه جديده بتلعب معاه. هروح لاخبار النادي الاهلي، رئيس النادي الاهلي جمعه سيعود للاهلي في منصب جديد وموقفنا سليم رسميا في ازمه الشيخ. ايه ما هو الموقف الجديد او المكان الجديد؟ انتوا بتثبتوا الناس ولا يعني بترضوا جمعه ولا يعني هو كلام بيتقال وخلاص؟ انت جيت على عبد الله السعيد وعلى حسام غالي ورجعتهم ولعبوا والامور بقت 100 100، والكابتن فتحي انتوا ولادي وحبايبي والكلام الجميل ده يعني، وائل الجمعه برضه مضحياته ببدري بدري. لو كان وائل الجمعه له سلبيات او له ايجابيات، لكن هو اسمه وتاريخ كبير وادى النادي الاهلي كتير. مش ذنب وائل الجمعه انه جه في توقيت صعب من بطل امسك مدير كوره، الامور دي كلها كان المفروض الناس تساند وائل الجمعه المفروض، سواء بقى كان على صواب سواء كان على خطا بسبب التصريح الاعلامي اللي عمله واتكلم فيه. هو من وجهه النظر سواء المهنيه بالنسبه لاسلام صادق او من وجهه النظر من داخله لوائل الجمعه، انا شايفها صح، انا شايفها صح. راجل بقى انا في صحفي بيساله وهو راجل بيقول جواه بكل حياديه وبكل امانه، سيبك بقى تحط راسك في الرمل وتقول لا ما حصلش وما فيش مشاكل بتاع، لا انا كنت شايف الموضوع من ناحيتين، الناحيه الاعلاميه في يعني التفوق وفي اجتهاد كبير جدا، من ناحيه ان هو عايز يقول اللي جواه قاله وقال اللي جواه وخلاص، ونقول يعني الامور بالنسبه له مش فارقه يعني. هو الراجل خلاص كان موجود نجم نجوم كره القدم المصريه وصخره دفاع منتخب مصر والنادي الاهلي سنين طويله، واحد من اهم اللعيبه اللي لعبوا في مركزه، وقال جمعه خلاص ممكن الايام دي الظروف مش متحاله، لكن الايام اللي بعد كده ممكن نشوفه مكان تاني. بالنسبه لمدير الكوره اتكلموا على صلاح حفيظ، انا بقول اهو من هنا من مكاننا من برنامج حصاد النهار من شاشه النهار رياضه، صعب جدا صلاح حفيظ يبقى موجود مع التركيبه الموجوده دي والاداره الجديده للنادي الاهلي. نقول تاني سواء محمد يوسف او السيد عبد الحفيظ الاثنين عندهم صعوبه كبيره جدا 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 انهم يرجعوا في ظل وجود محمود طاهر وكل رفاقه في مجلس الاداره، على الرغم ان في بعض الاعضاء يعني مايلين شويه لكفه السيد عبد الحفيظ، لكن انا شايف اهو بقول لكم الامور صعبه. موقفنا سليم رسميا في ازمه الشيخ، من برضه من شويه كان اسلام بيتكلم مع الاستاذ محمود الشامي، خلاص مش هتكلم في الموضوع ده تاني. اتحاد الكوره واللوائح والقوانين، اللي صح يا جماعه هو اللي يبقى الصح والغلط يتحاسب، خلاص عشان نقفل الموضوع ده ما نتكلمش فيه كتير ونكرر نفسنا فيه. طارق بيجتمع مع عبد الصادق لمناقشه ملفات الكره بالاهلي، في كمان يعني غير كره القدم، دايما انت ما بتتكلمش كره القدم، كره القدم مش بساط اخضر انت بتلعب فيه وخلاص ولا ماتش او تمرينه وبتاع، لا في حاجات محيطه وظروف محيطه كبيره جدا بالاحداث الموجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي ده السنه دي شايفينه مش النادي الاهلي بتاع السنين اللي فاتت قبل كده، في بعض القصور في الاداره، في بعض القصور في بعض اللاعبين، في سلوكيات بنشوفها لاول مره بتظهر على السطح في النادي الاهلي ما كناش شفناه قبل كده. انا قعدت كتير مراسل لما كنت شغال مراسل في النادي الاهلي وقعدت سنين كتيره، عمري ما شفت مشاكل، عمري ما شفت حد بيقول حاجه او ده مختلف مع ده او الامور كلها بتطلع على السطح. اعتقد النادي الاهلي محتاج مع علاء عبد الصادق مش عمل كره، محتاج يبقى ان او هو يتولى كمان مهمه الاشراف، يبقى مدير الكره برضو يعني من ضمن اختصاصاته، او يجيب حد يعني يبقى على مستوى الحدث نفسه، لان مدير الكوره في نادي الزمالك زي مثلا تيجانا اسماعيل يوسف السنه دي بسم الله ما شاء الله عامل اداء مميز جدا مع نادي الزمالك. الاهلي بيفرض السريع على اسم المدير الفني الجديد ووكيل يعرض برادلي. كلام اتقال على باب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر وقبل كده منتخب امريكا، وكان قدم مع منتخب امريكا وعمل كوره جديده جدا، عمل لمنتخب امريكا اسم وتواجد غير عادي، لكن مع منتخب مصر مشي وحصد النقاط كامله، لكن جه في المباراه الفاصله مع غانا كانت الامور كانت صعبه قوي، صعبه قوي ما تفكرناش يا كريم بالايام اللي راحت خلاص، يعني هي ايام وراحت خلاص يعني مش عايزين نفتكرها. ده مباراه غانا لو تفتكروا. يعني اعتقد ان برادلي ممكن برضه يبقى اسم بعيد. عموما يعني هو اللي فيه الخير للنادي الاهلي اكيد هو يعني اللي هيبقى موجود واللي هو يعني يقدر. السنه الجايه صعبه، تبقى صعبه. معانا النهارده كابتننا الكبير والمدير الفني الاسبق لنادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين ايضا الاسبق نادي الزمالك كابتن محمد صلاح. كابتن محمد اهلا بيك.
طيب تليفون فاصل، هنرجع للكابتن محمد صلاح نشوف رايه في مباراه اليوم، نشوف رايه ان شاء الله في المباراه الجايه الزمالك والصفاقسي التونسي، الاهلي والترجي التونسي ان شاء الله يعني بدايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. نتمنى لهم كل توفيق ان شاء الله، يبقوا الاثنين يوصلوا يا رب النهائي البطوله الكونفدراليه. لكن الامور بقت صعبه، الاهلي مع الترجي مباراه صعبه، الترجي لو يعني نتمنى يا رب ان ما تحصلش دي، لو الترجي تفوق على النادي الاهلي هيبقى مساوي مع النادي الاهلي في عدد النقاط وده مش عايزينه. الزمالك ماشي لسه بعيد يعني، برضو محدش يقدر يحصله حتى لو في نتيجة سلبية شوية في مباراة الصفاقسي هتبقى بعيدة شوية بالنسبة لنادي الزمالك. عبد الصادق، طيب معانا الكابتن الكبير نجم مصر ونادي الزمالك والمدير الفني الأسبق نادي الزمالك كابتن محمد صلاح. كابتن محمد أهلا بيك. أهلا بس وحش يا كابتن. الكرافطات والدنيا كانت متشياك الشياكه 100 100. يا بدلك يا عباس، يا بدلك. كابتن محمد، يعني المباراه مهمه جدا، وكان معايا من شويه الكابتن عبد الحميد بسيوني واتكلمنا على تماسك حرس الحدود لحد الدقيقه 72، وبعد كده اداء الزمالك وجاهزيه الزمالك، وجود لاعبي نادي الزمالك بقى لهم فتره كبيره جدا بيلعبوا سواء في الدوري او في الكاس او في البطوله الكونفدراليه، دي فرضت نفسها على اسلوب لعب مباراه اليوم. كابتن، انا كنت حابب المحلي بره عشان بسيوني يسمعني، خدوا حق واحترام كل الناس بالظبط. استحملوا 75 دقيقة، حاجة كويسة جدا، لأن الزمالك جاهز أجهز منهم بدنيا وفنيا. عنده مجموعة شباب كويسين جدا هيبقى ليهم مستقبل إن شاء الله في الدوري. تمام. ولكن عنده بعض المشاكل الدفاعية دي اللي رجحت نادي الزمالك في النقطة الأخيرة الشوط الثاني. طيب كابتن محمد، انا شايف يعني في فوقان في نادي الزمالك، يعني ابراهيم عبد الخالق قوي ينزل لمسه هدف، اعتقد دي بتديله الدافع واريحيه كبيره جدا انه يتاقلم سريعا مع نادي الزمالك. كهربا حاول في مباراه البار الافريقيه والنهارده من نجوم المباراه. مصطفى فتحي يعني مش عايز اقول بعيد نفسه، مصطفى فتحي بيتطور يوم عن يوم بيثبت انه هو من نجوم الكبار في نادي الزمالك. يا كابتن عباس، استاذ مرتضى ما بيجيبش غير الصفقات المهمه. طبعا، ما احنا اتكلمنا قبل كده على فكره، يعني النهارده السنه دي الزمالك جاب كام؟ 6 أو 7 بالكتير، صح؟ لان هو السنه اللي فاتت جاب 18، فعمل قوام وهيكل للنادي. بس على فكره يعني انا برضه كابتن محمد، كهربا انا لسه كهربا برضو عامل اداء ولا اروع، يعني طبعاً سريعا انخرط مع نادي الزمالك. هو كهربا جه من انبي، كان فين؟ مش كان محترف بره؟ كان بيحترف بره، فالحاجات دي بتفرق معاه ان جاي يلاعب في فرقه كبيره. لا، وعلى فكره يا كابتن برضه نقول برضه حاجه مهمه فنيه، هو ما شاركش بس الا في تدريبات انبي وتدريبات المنتخب الاولمبي ومباريات المنتخب الاولمبي، بس هو عنده خبره، عنده خبره، وتحس ان هو مندمج مع عيله الزمالك اكنه عايش معاهم بقاله سنه. وطبعا ده يرجع، هقول لك على حاجه، يرجع الاول الاستاذ مرتضى. انت عارف لما بيجيب، انت عارف الاستاذ مرتضى يا عباس لما بيجيب لعيب بيقول له قيمه نادي الزمالك ايه؟ انت جاي تلعب عشان تجيب بطولات نادي الزمالك، صح. ثاني حاجه، اللعيبه هي اللي خلت كهربا كده، يعني لما تروح انت في حته ناس تحتضنك وتندمج معاك، فده بيديك سعاده وبيديك سرعه في التاقلم بسرعه. طب سؤال فني، سؤال فني، شايف ان ممكن كهربا يكرر تجربه باسم مرسي؟ يكرر؟ يعني تالق باسم مرسي. باسم مرسي جه من نادي الانتاج الحربي، نادي نقول كان نازل القسم الثاني، بسم الله ما شاء الله موقع الفيفا النهارده بيتكلم عليه. شايف ان ممكن كهربا يؤدي الاداء ده ويظهر بالشكل الكبير اللي ظهر عليه باسم مرسي؟ يا ريت ويحافظ المدرب بتاع نادي الزمالك ان عنده كم من اللعيبه عندهم ابداعات ومهارات فرديه، لما الجيم يتقفل او زي ما بتقول لك يعني الجو يتكهرب، واحد زي كهربا يفك، واحد زي ايمن، واحد زي حمودي، واحد زي مصطفى فتحي النهارده ما شاء الله. فدي يا ريت تتكرر موضوع باسم مره واثنين وثلاثه، يا ريت. هو يعني الزمالك بيسير في نقول في الاتجاه الصحيح، حرس حدود له التحيه والتقدير النهارده، لكن فرقه الخبرات، فرقه اللعيبه اللي واقفه على رجليها. كابتن محمد صلاح المدير الفني الاسبق لنادي الزمالك، انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن علاء عبد الصادق، ارجع لي بقى اذنك يا كريم. كابتن علاء عبد الصادق بيقول لك كل الدعم لفتح مبروك في المرحله القادمه. المرحله القادمه هي مثلا الماتش اللي جاي في كاس مصر، الماتش اللي جاي في مع الترجي في الكونفدراليه. يا جماعه يعني قولوا لنا كابتن فتحي مبروك قاعد ولا ماشي؟ دعم ايه؟ كنت انت بتقول ان في عند رئيس النادي عنده مدرب اوريدي، وفي بيقولوا برادلي، وفي 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 اوريدي هو استقر على مدير فني. تحقق الناس؟ يعني سؤال، يعني برضه سؤال، يعني الناس اللي بتتفرج علينا لازم برضه تعرف المنطق بيقول ايه؟ كل الدعم لايه؟ لمباراه ولا نص مباراه ولا ربع مباراه؟ ولا مباراه البراعم اللي زي مباراه البراعم اللي فاتت دي مع نادي الجونه؟
خلي الكلام عندكم يعني يبقى منطقي شويه عشان الامور تبقى يعني ناس تصدقها. الاهلي بيتفق مع مسؤول اندرلخت للحصول على قيمه اعاره تريزيجيه كاش، حقه حقه. تريزيجيه من اللعيبه اللي هيسيبوا بصمه في الملاعب الاوروبيه، وان شاء الله هينتقل من اندرلخت لفرقه ثانيه، او لو كمل مع اندرلخت سنه او سنتين، هو لسه صغير مع النادي الاهلي، ادى اداء ولا اروع، وكان من اللعيبه المميزين اللي سابوا بصمه، وان شاء الله نتمنى لتريزيجيه التوفيق في الفتره الجايه. كون النادي الاهلي بقى يطلب فلوس كاش يقسطها بتاع دي حاجه ترجع للنادي الاهلي يحترم فيها النادي، حاجه شان داخلي. الاهلي بيعدل موعد سفره لتونس الاربعاء بدل الخميس. برضه اقول لكم كان المفروض اهلي وزمالك كان يبقوا الاثنين على طياره واحده، اهلي وزمالك كان يبقوا الاثنين على طياره واحده يوم الاربعاء. حصل بعد كده تعديل سواء من جهه الاهلي او من جهه الزمالك، الاهلي هيسافر الاربعاء وزمالك هيسافر الخميس، الاثنين رايحين تونس. الاهلي هيلعب الترجي والزمالك هيلعب الصفاقسي. الاهلي هيلعب الترجي في العاصمه التونسيه تونس في ملعب برادس تقريبا، وبعد كده هيلعب الزمالك هيركب طياره ثانيه يروح الجنوب، يروح للصفاقس اللي هي بلد وسامي العبدي وبلد انيس بوجلبان، وانيس بوجلبان في الجهاز الفني للصفاقسي، هيركبوا طياره ثانيه داخليه مثلا زي نقول شرم الشيخ كده تقريبا، يعني برضه من المدن الصناعيه الكبيره، قلاع الصناعه في تونس صفاقس كلها رجال اعمال ومصانع، بسم الله ما شاء الله بلد اقتصادها قوي جدا. عبد الظاهر بيضغط على انبي لتقديم عرض للاهلي، وانبي يطالبه بتخليص نفسه، تخلص نفسه من هدومه. طب يا جماعه ما انت يعني الاهلي بيتشطر او الزمالك برضه في اوقات بيتشطر، عمال تلم في اللعيبه، بتلم في اللعيبه، بتفرغ الانديه الثانيه، بتبقى انت المسيطر والمهيمن، واحده يمين اهلي واحده شمال زمالك او يمين وشمال، بالعكس انت اللي بتسيطر على التركيبه كلها وبتبقى عندك الناس كلها، بتجيب الناس قطعت على الخط او بتجيبها كان متالقين في انديتهم بيجي عندك تقعد وتخلص عليه. طب سيبه يرجع بنادي ثاني، انت جبته من ناديك كمتالق من نادي ومنتخب مصر وهداف الدوري جبته، ما كملش، عمل كده موضوع كده خرج فيه عن النص، اعارته الليبي رجع تاني لعب الراجل وضلعه مكسور وكمل ولعب وبتاع. طب انتوا عايزين ايه؟ يعني الناس عايزه افهم، انت لعيب يا جماعه زمن العبوديه ولا خلاص؟ زمن العبوديه ولا خلاص؟ يعني والاتحاد الدولي والفيفا السنه دي في الكونجرس بتاع البدايه 2015 قال ما عادش في حد حصريه في الموضوع وكلاء اللاعبين اللي هم لسه عندنا في اتحاد الكوره، ما هم مش عارفين الدنيا ماشيه ازاي، ما هم مش عارفين الدنيا ماشيه ازاي. المفروض يا جماعه اللوائح والقوانين لازم تتطور، لازم نواكب كل الامور عشان يبقى شكلك كويس. المهم يعني ترجع تاني تقول الامور دي بالنسبه لك، يعني سيبه اديله فرصه، راجل لعب لك بكل امانه وشرف وراجل كان مجتهد جدا معاك، اصاب احيانا واخطا احيانا وارد، لكن انت مش هتلعبه، هتقعده على الخط، هتستفيد منه ايه؟ هتعطله وهو برضه كبر الراجل شويه، يرجعهم تاني النادي حتى على الاقل، يعني لما يبقى في بينك وبين النادي، ما انت لسه واخد صلاح جمعه من هناك ودخلت صراع ماراثوني مع نادي الزمالك، خدت صلاح جمعه والزمالك خد كهربا، صفقتين على مستوى مميز جدا، طب رجعه يعني خليك برضو اليك وعليك، انت خدت منهم صلاح جمعه هتاخد منه سنين طويله هتقعد تستفيد منه لانه ولد لسه صغير، رجع لهم تاني احمد عبد الظاهر برضو ابنهم. بصراحه مش عارف يا صراحة امور يعني بقت حاجه صعبه جدا. النهارده هيبقى عندنا فقرتين برضو حبيت انوه عليهم، فقره اولى احمد علي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر والاسماعيلي الاسبق والهلال السعودي وانتقاله لنادي وادي دجله، احمد علي بقى لاعب في وادي دجله. طبعا الراجل كنت بتكلم معاه بيشكر نادي الزمالك وعلى الفتره اللي قضاها مع نادي الزمالك وممتن جدا، وفوزه ببطوله الدوري مع نادي الزمالك برضو لقب الالقاب اللي اسعدته على المستوى الشخصي. الجزء الثاني معانا نجم من نجوم التدريب في مصر والراجل اللي بيشتغل في صمت وماشي وأداؤه مميز جدا مع مصر الخاصة، كابتن إيهاب جلال، إن شاء الله في الفقرة الثانية من فقرة الضيف. شركة صلا السعودية تنعش خزينة الأهلي ب 23 مليون جنيه، دي قيمة التأمين على عقد رعاية بين الطرفين. الأمور يعني أكيد النادي الأهلي شاطر وبيعرف يسوق نفسه كويس. مبروك بيختار 19 لاعب في قائمة الأهلي لمباراة الشرطة وتدريبات بدنية لباسم وإصابة طفيفة للسعيد في مران الأهلي. باسم علي النجم باسم علي وأداء رائع في مباراة الزمالك، أعتقد لو مشي بالمستوى ده هيبقى إضافة كبيرة في عنده حرس الحدود المقصة والجيش، أعتقد هو يعني فضل طلاع الجيش، نتمنى كل التوفيق. واتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في أزمة أحمد الشيخ الثلاثاء المقبل. ده المسلسل بتاع كل سنة، لعيب بيمضي في ناديين، أندية بتتصارع مع بعضها، المشكلة بتبقى مع اتحاد الكورة، اتحاد الكورة بعد ما رحيل أحمد مجاهد تولى مقل الأستاذ محمود الشامي،
استاذ محمود الشامي في مشاكل وبيقولوا بيحابي مش شرطه منصور قبل كده بيقولوا مجاهد احنا عايزين يا جماعه مش مع حد ولا ضد حد، عايزين مين يقول الصح، اهلي صح والولد صح خلاص، زمالك صح والولد صح يبقى في زمالك، الولد كان موقع للزمالك وحب يروح الاهلي وخلف وعده معاهم يبقى يتحاسب، ولو اخطا يتحاسب، وده الطبيعي. احنا ليه دايما بنحب نبعد ونبقى شايفين الحقيقه قدامنا ونروح لمكان بعيد؟ هما لسه هنشوف القصه ايه يوم الثلاث. رئيس الجونه: اتحاد الكره يدور بالعشوائيات والتربيطات والجونه مش كومبارس. ظهر اخيرا المهندس سميح ساويرس رئيس نادي الجونه بيقول اتحاد الكره يدور بالعشوائيات والتربيطات والجونه مش كومبارس. زميلنا ايهاب الفول امبارح قال لك بزراميط، ما فرقتش من عشوائيات من بزراميط، قريبه مع بعضها. طبعا هو اتكلم طبعا عن موضوع الولد بتاع الانتاج الحربي اللي راح الداخليه، ومن الداخليه يا جماعه كان في لجنه، واللجنه دي كان فيها كابتن صلاح رمضان، كابتن صلاح ده من منطقه البحر الاحمر، واستقال الراجل لما قال لك ان انا في حاجات انا مش عجباني، امور مش واضحه. طب الامور مش واضحه انت من اولها كابتن صلاح كنت عملت ايه؟ الاستاذ احمد صحيفي انا عارف علاقاته قويه جدا باتحاد الكوره، لو انت على صواب انت، طب انت ليه ما خدوش بكلامك؟ ليه ما خدوش بكلام الناس الموجودين؟ اكيد يبقى انت الامور بالنسبه لك مش صح، انت مشيت في تجربتين او مشكلتين، المشكله الاولى اللي هي بتاع اللاعب بتاع الانتاج الحربي والداخليه والمشكله الكبيره واللي انت طلبت فيها بهبوط الداخليه ووجود الجونه في الدوري بدل الداخليه لانهم اشقوا لاعب، بعد كده موضوع اشراك البراعم او الاطفال في مباراه الاهلي والجونه وقصه ابنه، انا مش عايز اتكلم على ابنه بكل احترام وتقدير، احنا عندنا اولاد ويتمنى يا رب شوف زياد الصحيفي ده احسن لاعب كره في مصر يعني بعيد عن الموضوع ده، لكن كان في لغط قال لك بعد كده حصل. والزميل ايهاب الفولي امبارح في التليفون في المكالمه وموجود معايا الاستاذ شوقي حامد قال ان اللي في حصل تزوير في سن الولد في السكور شيت، هل ده صح او غلط؟ الكلام ده المفروض يبقى فيه شفافيه، حكم المباراه يجي اتحاد الكوره لو عنده الشفافيه وعارف ازاي هو راجل بيدير لعبه لانه هو موجود بيدير لعبه في مصر، هو اللي بينظم اللعبه، يطلع يقول فعلا حصل كذا كذا، يبقى الموضوع ده يبقى طبعا ده زياد الصحيفي له كل التقدير مني، انا برضو عندي ابن ويعني كلنا عندنا اولاد، له كل التقدير، له كل التقدير والاحترام، مش قصته انهم لعبوه او هو الحاج احمد امبارح قال ان انا حابب يرد على اتحاد الكوره او يعني متضايق من بعض الامور، طلب التاجيل ما رضيوش، طلب التعديل ما رضيوش، طلب حاجات كتيره جدا، وبالتالي اضطر ان هو بقى يعني يتعامل، كل واحد بقى بيبقى له وجهات نظر او له امور بالنسبه له يعني اهو.